الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم ينظم المركز الوطني للسجل التجاري قافلة تحسيسية، قافلة وطنية تحت شعار أينما تكونوا نصل إليكم. هي تضم فئة التاجر المتنقل، وهي هذه الفئة باش نحسوهم ونعلموهم باللي المركز الوطني للسجل التجاري سهل لهم بزاف تسهيلات. واش هي التسهيلات؟ هي انه باش يديروا جيس كوميرس نطلبوا عليه غير لاكارت ناسيونال، بطاقة التعريف الوطنية. هذا ما كان باش يدير ريجيست كوميرس، وحقوق التسجيل هي 1000 دينار. وهذا شكون هما التاجر المتنقل؟ هما اللي ما عندهمش لوكال باش يخدموا فيه. دونك كاين التجارة المتنقلة، وهي كاين معروفة التجارة المتنقلة تستحق لاكارت غريز. وهذه الفئه هذه اللي رانا نهضروا عليها اليوم هي فئه اللي ما عندهمش كارت كريس، يديروا التجاره تاعهم سون كارت كريس سون فيكول. دونك يجوا للسجل التجاري يقدموا لنا غير بطاقه التعريف الوطنيه ويتحصل على السجل التجاري تاعو. وهذا لي زومبيلو كيما هادو اللي عندهم طوابل يبيعوا في الارض ولا هادو هما معنيين ثاني. وهذا ثاني اللي عندهم لي بريستاسيون سيرفيس الخدمات كيما المرصص كيما البناء المصور الالكتريسيان ميكانيسيان، هادو كاع ثاني معنيين يديروا ما عندهمش ديبلوم ولا عندهم الحرفه في يديهم ما يقدروش يديروا ريجيست. يجوا عندنا نديروا لهم ريجيست. عندنا 120 اكتيفيتي، 120 اكتيفيتي نشاط متنقل، يخير الاكتيفيتي اللي تساعدو. هاكدا دونك هادو ما التسهيلات هذه باش نحاربوا السوق الموازيه، وثاني نحاربوا البطاله ونكريو لي بوست دو طرافاي كيما باش هكدا هادو لي جون يفون انتيغري على سوسيتي ويكون عندهم ثاني امتيازات تاع كارت شيفا وتكون عندهم صفه التاجر، تما يكون عندهم نفس الحقوق كالتاجر الاخر، تكون عندهم التامين عليه هو ويامن ثاني ولادو كاع العائله تاعو تستفاد من التامين هذا. شرحنا اليوم كمكتب الدائم للاتحاد العام للتجار في الجزائر بولايه معسكر في انطلاق القافله التحسيسيه والتوعويه للتجار غير قاريين، التجار غير شرعيين التي اشرف عليها السيد ولي الولايه، وهذا بحضور كل الاطراف من مصالح التجاره، الضرائب، كل القطاعات المعنيه، الجمعيات والتنظيمات. الهدف من هذه القافله التحسيسيه هو انصار انشغالات فئه معينه من التجار، وخاصه سنمس في حملتنا التي تكون ما بين من اليوم الى يوم 9 ان شاء الله من الشهر هذا الشهر، ستمس كل تجار غير شرعيين، تجار غير قاريين موجودين على مستوى كامل 47 بلديه على مستوى ولايه معسكر، وغادي نوجه لهم نداءات من اجل تسويه وضعيتهم. خاص التجار اليوم هذول ما يتعاملوا في اطار غير شرعي، غير اطار غير قانوني، وهذه فرصه اعطتها الدوله الجزائريه لهذه الفئه باش تدمجهم في الفئه يكون التجار شرعيين، ومن خلال حصولهم على سجل تجاري سيتحصلوا على التامين تاعهم في صندوق الضمان الاجتماعي للعمال غير الاجراء، وهذه فرصه لا تعوض. من هذا المنبر نوجه النداء تاعنا لهذه الفئه من التجار سواء قارين او تجار الشرع كما سميناهم الشرعيين غير شرعيين ولا التجار المتنقلين، باش يستغلوا الفرصه ويتصلوا بمديريه السجل التجاري لتسويه وضعيتهم وكل الظروف قواتيه واتحاد التجار يرافق هذه الفئه من اجل الماديه. مشكور.